بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذا المساء من فضائيه الخرطوم. كل عام وانتم والوطن بالف خير. هي افراح الاستقلال، تتواصل اعياد الوطن، وبالتاكيد هذا الاستقلال هذا هو الانجاز الكبير لعظماء صنعوا هذا التاريخ. علينا ان نجدد المحافظه على هذه العهود وهذه الوصايا مع كل عام. هذه الفتره نخصصها الى اهم شريحه في المجتمع، هي الشريحة الداعمة للوطن وقضايا الوطن، وبناء وتعمير الوطن يتوقف على عمل هذه الشريحة التي أيضا حققت النجاح في ثورة ديسمبر المجيدة. ونحن أيضا نحتفي بالذكرى الثانية لهذه الثورة، الرحمة والمغفرة للشهداء الذين رحلوا، وأمنيات الصحة والعافية والتقدم لكل الشباب السودانيين في كل مكان. إذا هي مساحة نخصصها في هذا المساء، ونحن نحتفي بعيد الوطن إلى شريحة الشباب. أسعد أن يكون معي داخل الاستوديو نماذج من شباب بلادي المميزين في مجالات مختلفة. سعيد أن يكون معي الأستاذ زهير هاشم، ناشط في مجموعة الحياة والتجديد. مرحبا بك. نعم، مرحبا بك عبر فضية الخرطوم. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. كل عام والسودان بألف خير بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد. كل سنة وانت طيب. أيضا نسعد بوجود الخبير الاقتصادي الشاب دكتور عبد القادر العشاري. مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بقناة الخرطوم وبالأعزاء المشاهدين. ودي فرصة أهني جميع الشعب السوداني بكل فئاته بحلول عيد الاستقلال وبالعام الميلادي جديد 2021. نزل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة، وأن يذهب عنا الغلاء والبلاء والمحن والفتن إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بكم، أنا سعيدة بوجودكم معي داخل الاستوديو فضية الخرطوم، ونحن نجدد العهود بالمحافظة على هذا الوطن. الاحتفاء بعيد الاستقلال أو ذكرى استقلال السودان هي يجب لا تكون بالأهازيج والشعارات فقط، ولكن بالعمل. ونحن كمان هذا العام يأتي الاحتفاء في فترة استثنائية، في ظرف استثنائي، أيضا الاحتفاء بذكرى ثورة التغيير، والذين ثاروا للتغيير هم الشباب. بداية، الاستقلال هذا العام يجب أن يترجم على العمل، العمل في كل المجالات. نسمع رأيك دكتور عبد القادر العشاري. نعم، بكل تأكيد هو الشباب هم عماد المجتمع، وهم الركيزة الأساسية لأي تغيير ولأي تنمية يمكن أن تكون في البلاد. ومن المفارغات أن هذا العام يأتي والشباب قد قاموا بثورة كبيرة جدا جدا، هي ثورة ديسمبر، وكان وقودها الشباب، وحقيقة لديهم رؤية ثاقبة للنهوض وللتنمية بالبلاد، والدولة عليها أن تحترم هذه الرؤية وأن تعمل بها. الشباب وضعوا لنا اللبنة الأساسية وهي التغيير، ووضعوا لنا برنامج ورؤية واضحة المعالم. أول هذه الرؤية هي وقف الحرب واستدامة السلام، ودي خطوة ضرورية ومهمة جدا لأي تنمية ممكن تكون في البلاد. الخطوة الثانية الوضعها لنا الشباب اللي هي إصلاح السياسة الخارجية، ودي يعني برضو خطوة مهمة جدا جدا لأي تنمية ولأي تطور اقتصادي. فهاتين الخطوتين إذا الدولة وضعت ومشت في هذا الطريق، يعني وضعت محمل الجد ومشت في هذا الطريق، أنا بفتكر نحن موعودين بالتنمية وبنهضة اقتصادية كبيرة جدا جدا. إن شاء الله أكيد نتمنى أن يتحقق ذلك. سنواصل معك الحديث في الجوانب الاقتصادية وجوانب البناء والتعمير. أيضا كل يعبر عن حبه للوطن على طريقته، وكل يساهم في بناء الوطن على طريقته. أستاذ زهير، احنا سعيدين بك أيضا اليوم في هذه الفترة، وأنت تمثل أيضا مجموعة. خلينا نقيف أول حاجة عند اسم هذه المجموعة، الحياة والتجديد. الإحياء والتجديد. نعم. على فكرة الحياة أنا أحسبها برضو مهمة جدا، لأن الحياة دائما بيخليك تكون
صاحب آراء وسط يعني. بالمناسبة احنا لما بدينا استقلالنا كنا محايدين لأنه كنا أعضاء في حركة عدم الانحياز، يا سلام، اللي هي فكرتها الأساسية إنه لا تكون محايدة للمعسكر الشرقي ولا تكون محايدة للمعسكر الغربي، منحازة جميل للمعسكر الغربي. جميل. مجموعة الإحياء والتجديد هي مجموعة ثقافية فكرية الهدف منها الإصلاح. هي مجموعة تأسست في 2015 لكن اشتهرت أكثر بعد الثورة، لأنه طبعا الشباب ابتدوا يركزوا مع الأطروحات الثقافية والفكرية بعد ثورة ديسمبر، فهي في الأساس مجموعة إصلاحية. جميل. لكن هي مسجلة في وزارة الثقافة كمجموعة ثقافية. جميل. لكن هي بتتوسل للمعرفة للإصلاح عن طريق المعرفة، يعني بتحاول تعمل إصلاح مؤسس على مناهج معرفية. نعم. فدي النقلة اللي بتحاول تعملها مجموعة الإحياء والتجديد. جميل. طيب أستاذ زهير، شعارات كثيرة جدا رفعت في ثورة التغيير ولكن ترجمت على أرض الواقع تحتاج إلى رؤى وأفكار وعمل الشباب. رؤيتكم كشباب، وأنت واحد من الشباب السودانيين، لمسألة بالتحديد إذا وقفنا عند آخر شعار حنبنيه، كيف حنبنيه؟ نعم. طبعا زي ما بيقولوا النظرية خضراء لكن التجربة رمادية. فدائما بيكون في جاب كبير جدا بين التنظير وبين الواقع. فالإخفاق اللي حصل والإحباط بيتطلب مراجعة. وبيتطلب سؤال إنه ليه ما تم البناء للوطن زي ما إحنا كنا بنحلم. وبالمناسبة الوعود بتاعت البناء ونحن والشعار لسه في البدايات، بإمكاننا نبني الوطن طبعا لا زالت هنالك فرصة يعني. لكن أنا ضار أرجعك ليوم 1/1/56 في صحفي امريكي جاي يغطي الاحتفال باعياد الاستقلال، فلقى واحد سوداني يتكلم معاه بالانجليزي، قال له لما ترجع السنه الجايه حتلقى ناطحات السحاب في الخرطوم. طبعا جاء بيكون الصحفي بعد ذاك وما لقى ناطحات السحاب ولا اي حاجه. فدائما نحن بتخزيننا الشعارات، لكن دائما بنفتقر للرؤى وللبرامج. عشان كده احنا مفترض نستفيد من تجارب دول ثانيه، يعني مثلا دوله زي دوله ماليزيا كانت اكثر تخلفا منا، لكن نهضت لأن زعماء ماليزيا كان عندهم نهضة، خصوصا دكتور مهاتير محمد، فكان رؤيته للنهضة ارتكزت على أولوية التعليم والإنفاق على البحث العلمي. عشان كده ماليزيا اتنقلت نقلة كبيرة جدا. دولة الإمارات العربية المتحدة استقلت بعدنا في سنة 68 وتوحدت سنة 71، والشيخ زايد الله يرحمه جاء زيارة للخرطوم وقال لجعفر نميري الله يرحمه الاثنين والله أبغى دبي تصير مثل الخرطوم. لكن دبي كان عندها رؤية إنها تكون ممر تجاري في المنطقة. فنحن بتنقصنا الرؤية حقيقة، الرؤية الوطنية المجمع عليها. أنا ما بتكلم عن المتغيرات السياسية اللي بتلي كل حزب، لكن محتاجين يكون عندنا رؤية. من خلال وجودك أنت في أوساط الشباب، هل هذه الرؤية هي ليست موجودة؟ إلى الآن للأسف لا. لكن هي بتتشكل الرؤية دي عبر حوارات ونقاشات عميقة جدا، تشكل رؤية حول ثوابت وطنية، حول الأولويات الوطنية اللي بنجمع عليها كلنا. بعد ذاك أي فصيل سياسي، أي تيار فكري، بعد ذاك بيكون عنده آراءه الخاصة يعني. بيطرحها في إطار الحرية. أكيد حنتواصل معك أستاذ زهير، لكن خلينا كمان نمشي للرؤى الاقتصادية، لأنه كل الأشياء بتركز على الجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي هو بيحتاج إلى أنه عمل الجميع وخاصة عمل شريحة الشباب. يعني الشباب نحن محتاجين نشوفهم في المزارع وفي المصانع وفي المتاجر وفي كل المساحات. برضو رؤيتكم كخبراء اقتصاديين للاستفادة من طاقات الشباب في جانب العمل ودعم الاقتصاد السوداني. حقيقة الشباب هو طبعا زي ما ذكرت لك هو عماد المجتمع، وهو بتقوم عليه أي تنمية. وحتى الاستغلال نفسه يعني قاموا به هم شباب، يعني في مؤتمر الخريجين وقتئذ الزعيم إسماعيل الأزهري والقيادات الذين رافقوه الأستاذ مبارك زروق وغيره من القيادات الذين اجتهدوا كثيرا لنيل هذا الشرف للبلاد. هم كانوا شباب وكانوا مشبعين جدا بالوطنية، ودائما في أي بلد التنمية هي بتقوم على ظهر الشباب. لذلك أنا بفتكر أنه الشباب الآن محتاجين لمد يد الدولة. الدولة لابد أن ترعى هذه الاستراتيجيات التي وضعوها الشباب، وهم بالمناسبة لديهم رؤية. صحيح. لديهم رؤية اقتصادية. الثورة دي ما قاموا بها ساي يعني. هم قاموا بثورة
من أجل عدد من البرامج، من ضمنها البرنامج الاقتصادي اللي هو برنامج قائم على إصلاح السياسة الخارجية اللي بتبني عليها التعاون بين الدول وإخراج السودان من عزلته. والآن الحمد لله نحن يعني السودان أزيل من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في مؤشرات، وده فتح كبير جدا للسودان. نعم، والآن أمامنا يعني أمامنا مساحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلاد. الجانب بتاع الشباب ده جانب مهم جدا جدا. الدولة ظلت منذ الاستغلال وحتى اليوم تنظر للشباب كجانب، يعني هو فئة من فئات المجتمع، ولكن إذا نظرت إلى الشباب كركيزة أساسية وشركتهم في اتخاذ القرار، مناطق اتخاذ القرار، أنا بفتكر أن الشباب لديهم الرؤية ولديهم الطاقات الممكن يحققوا بها تنمية في البلاد. المشاريع الزراعية الكبرى، السودان يعني زي ما الجميع يعلم أن السودان به موارد ضخمة جدا، موارد زراعية وموارد صناعية وموارد معدنية، فمحتاج للشباب لتفعيل هذه الموارد وفي عملية الإنتاج وبالتالي عملية التصدير. إذا كان في إنتاج بيكون في تصدير، وبالتالي بيكون في عملات صعبة نستطيع أن نحرك بها عجلة الاقتصاد. فدور الشباب في المرحلة المقبلة دور مهم جدا جدا بعد وقف الحرب، اللي هم يعني الحرب كانت سبب أساسي في إرهاق عجلة الاقتصاد وفي يعني فرملة الاقتصاد، وكان الشباب هم وقودا لهذه الحرب. الآن لابد من الاستفادة من هذه الطاقات الشبابية في الإنتاج. السودان من الاستغلال وحتى الآن حكم مركزيا، دي بالمناسبة محتاجة لوقفة، فلا بد الآن للسودان أن يحكم فيدراليا. لو لاحظت الآن السودان كله جاء المركز، فبالتالي أصبح في تنمية غير متوازنة بين الأقاليم وبين المركز، اللي هي خلقت لنا النظرية بتاعت الهامش والمركز. نحن محتاجين لحكم فيدرالي حقيقي بين أقاليم السودان على أساس أنه يكون تنتقل التنمية لكل هذه الأقاليم، وتنتقل الكثافة السكانية الموجودة الآن في السودان، ومعظمهم شباب يعني شغالين أعمال هامشية، ممكن أن يعني يعملوا بصورة كبيرة جدا في الأقاليم المختلفة، وتتحقق لنا تنمية متوازنة في تلك الأقاليم. نحن طبعا محتاجين لهذه الرؤى منكم كشباب وكخبراء شباب وكقادة شباب، لأنه فعلا يعني رؤية كل شاب هي بتضيف لهذا الوطن. نحن نتواصل معكم في هذه الفترة الخاص بكم شباب بلادي، ودائما نغني لهذا الوطن ونسعد بهذا الوطن بالحرف والكلمة. نتواصل مع كل المشاهدين في هذه الفترة، لكن بعد الذهاب إلى الكنترول والعودة مجددا. يا بنوت الحل يا
جينا نخط ايدينا الخضراء فوقك يا ارض الطيبين. شكرا للكنترول على هذا اللحن، شكرا الكورال، هم ايضا شباب يتغنوا بهذه الكلمات، وهي دعوه لزراعه هذه الارض الطيبه وللصناعه في هذه الارض الطيبه ولمسح الاحزان، دموع الاحزان، وابداله ابتسامة الفرح لإنسان السودان الذي يستحق. وهذه الدعوة هي والنداء بالتأكيد لشريحة الشباب، وشريحة الشباب هي التي تساهم وتدعم بناء وتعمير البلاد. نتمنى أن نبني سويا هذا الوطن ونجعله في مقدمة دول العالم. كل عام ونحن وأنتم والوطن بألف خير. سنتواصل بالتأكيد في هذه الفترة برفقة ضيوفنا داخل الأستوديو ونحن في حضرة الشباب، ولكن سنتوقف بالتأكيد مع محور البناء والتعمير. حنرجع مرة ثانية للكنترول، لكن أرحب من جديد بضيوفي داخل الاستوديو. أستاذ زهير هاشم، مرحبا بك مرة ثانية، وأكيد في تعقيب على هذا اللحن اللي استمعنا له. لحني جميل طبعا، مما قمنا إحنا صغار نحن بنطرب للحن ده، يعني حقيقة بيصير في الإنسان شيون يعني. نعم. فعلا أرضنا خضرة يعني وأرض طيبين. وهي دعوة للشباب بالتحديد يعني. نعم. وأكثر حاجة بتميز الشعب السوداني أخلاقه. نعم. وإنه شعب طيب. نعم. وده الميز الشعب السوداني من باقي الشعوب يعني. ده الانطباع اللي اتأخذ عن الشعب السوداني خارج السودان يعني. ففعلا أرضنا أرض الطيبين يعني. نعم. وإيدينا إن شاء الله تبقى مخدرة للبلد. إن شاء الله. دكتور عبد القادر. مرحبا بكم مجددا، وحقيقة اللوحة يعني هي الأيادي الخضراء دي هي أيادي الشباب بالتأكيد. بكل تأكيد هي لوحة مكتملة وتحريض للإنتاج. نعم. والإنتاجية زيادة الإنتاج، ونحن بلد يعني الحمد لله حبان الله سبحانه وتعالى بموارد متعددة، موارد يعني ما موجودة في كثير من الدول العظمى. نعم. فنحن ناقصانا بس الرؤية زي ما ذكرت لك أنه. نعم. نحن ناقصانا الرؤية الاقتصادية الواضحة. نعم. يعني السودان في عهد الإنغاذ العهد البائد يعني أصاب الاقتصاد المرض الهولندي. No. في الاقتصاد يسمى المرض الهولندي اللي هو الاعتماد على منتج واحد. No. اللي هو كان معتمدين على إنتاج البترول. No. لو العائد البترول توظف توظيف حقيقي. No. في القطاعات الأخرى، في القطاع الزراعي خاصة، إحنا دولة. No. زراعية، كان الحال بيكون ما غير الحال ده يعني. No. لكن يعني عدم وجود رؤية واضحة ولا قصر النظر. نعم. في بعض القيادات السياسية والاقتصادية. نعم. يعني تم الاعتماد على هذا المنتج. نعم. في إدارة العملية الاقتصادية، وده يعني كلام خطير جدا جدا. نعم. في الاقتصاد. نعم. الآن نحن في عهد جديد، وفي يعني ثورة، في ظل ثورة. نعم. ينبغي أن تكون ثورة اقتصادية وثورة سياسية وتكون مكتملة يعني. نعم. الآن الحمد لله تم دمج السودان في المجتمع الدولي. نعم. ودي نحن كانت ناقصانا، لأن السودان كان يعني مفروض عليه عقوبات كبيرة. نعم. جدا أرهقت العملية الاقتصادية. نعم. وكان مواجه بحروب طاحنة استنزفت الاقتصاد الوطني. الحمد لله بعد الثورة الناس يعني وضعوا السلاح، الآن بسط السلام سيحقق لنا الإنتاج والإنتاجية. محتاجين يعني زي ما ذكرت لك أن يكون في حكم جديد، دولة سودانية بصيغة جديدة، يكون حكم فيدرالي حقيقي.
أكيد الرؤى دي بتجي من أفكار الشباب والجرأة اللي جعلت الشباب يخرجوا في الشارع ويثوروا ويسقطوا نظام كبير جدا ويأتوا بهذا التغيير، محتاجين لهذه الجرأة في طرح الرؤى والأفكار مباشرة. يعني أستاذ زهير قبلك دكتور عبد القادر أذكر أنه الحكومات قد لا تلتفت كثير يعني أو تتجاهل أحيانا الشباب، ولكن الشباب قادر على لفت انتباه الحكومات إلى ما يقدم وما يعمل. أنت في مجموعة الأحياء والتجديد، خلينا نرجع مرة ثانية لهذه المجموعة، وهي نموذج لمجموعات شبابية كثيرة جدا، يعني حرصكم على إيصال صوتكم مباشرة، أو مش إيصال صوتكم يعني تصلوا أنتم وتتربعوا على هذه المناصب لبناء وتعمير الوطن؟ هي بس مجموعة الإحياء والتجديد ما مجموعة سياسية؟ نعم بتسعى مجموعة التغيير، أنا أحسب مجموعة التغيير. نحن بهذه الحلقة أيضا لا نركز على السياسة كثيرا، ولكن نركز على أدوار الشباب اللي هي حتدعم السياسة. نعم. أكيد. نعم. لكن طبعا مجموعة الإحياء والتجديد هي قامت على أكتاف الشباب. نعم. أعضاء مجموعة الإحياء والتجديد والفاعلين فيها والمؤسسين لها كلهم شباب. نعم. ومجموعة الإحياء والتجديد بتعمل على إنتاج المعرفة. جميل. باعتبار إنه المعرفة هي الخطوة الأولى. صحيح. في طريق التغيير. صحيح. أول آية نزلت في القرآن اقرأ. نعم. ثم بعد ذاك حصل تغيير في المجتمع. نعم. حتى أوروبا اللي إحنا بنتمثلها الإصلاح الاقتصادي والثورة الصناعية بدت بعد الإنتاج الأدبي. نعم. والإنتاج الفكري. نعم. والإنتاج الفلسفي. فمجموعة الإحياء والتجديد هي مثال للدور اللي بيقوم فيه الشباب الآن في التغيير في المجتمع السوداني. نعم. يعني هي بتحاول إنها تقدم أفكار بحيث إنه الأفكار تكون أساس لتغيير مستقبلي في جميع المجالات. الإحياء والتجديد تقدم أفكار في السياسة، وإن كان هي ما سياسية مباشرة. نعم. يعني ما بتزعل للوصول للسلطة، ما معرفة نفسها كحزب. أيضا بتقدم أفكار في الاقتصاد. نعم. بتقدم أفكار في المجتمع، بتقدم أفكار في الثقافة، في شتى شعاب ومجالات الحياة. وطبعا ده المطلوب، انه يعني الجماعات الشبابيه تقدم في كل المجالات، بالتالي هي المجالات دي بتكون وطن اسمه السودان، وده المطلوب انه نحن ننجح في كل نصحح حصص مسارات في كل المجالات. الاقتصاد زي ما ذكرنا هو مهم جدا، لانه كل حاجه بتتوقف على الجانب المادي، يعني مع الجانب المعنوي الجانب المادي. الدور في انه الشباب يعكسوا الرؤى وبالتالي يجدوا الدعم من الحكومه وكذلك من المجتمع. يعني أرجع للدكتور عبد القادر في مسألة البناء والتعمير، ودي مجموعة يمكن معنا الآن نموذج. المعرفة هي مهمة جدا في كل الجوانب. شنو محتاجينه في الفترة من مبادرات مباشرة لأنه يعني تخدم الشباب، بالتالي الشباب عن طريقه يقدر يخدم المجتمع ويخدم السودان؟ إذا نظرنا إلى معظم الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية، كالدول الأوروبية، هناك المنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني عندها يعني باع كبير جدا جدا في التنمية وفي التطور لتلك الدول. فلذلك نحن محتاجين أن نرعى هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني، وبكل مبادراتهم الاقتصادية الدولة محتاجة يعني تقعد وهذه المنظمات كجانب أو كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة. منظمات المجتمع المدني معظم شباب، يعني 90% منهم شباب، ولكن لم يجدوا يعني الرعاية الكافية من الدولة. فلذلك أنا برسل رسالة أو أوجه رسالة للقائمين على الدولة برئاسة الفريق رقم عبد الفتاح البرهان وبكافة أعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء ووزرائه، أن يضعوا منظمات المجتمع المدني أن يكون لها دور كبير في التنمية وفي النهوض بالوطن. ومعظم الشباب زي ما ذكرت لكم جزء من هذه المنظمات، ولا بد من تفعيل مشاريع الإنتاج للشباب. الدولة بها موارد كبيرة، بس محتاجين لمبادرات. هم الشباب يعني يحملون كثير من المبادرات في هذا الجانب. لابد من تقديم المساعدة من الدولة، هم محتاجين للدولة في هذا الجانب. طيب دكتور عبد القادر، يعني نحن كمان بنتكلم عن ذاتنا كشباب في جانب الانتاج والانتاجيه بالتحديد والعمل. يعني بعض الشباب، احنا ما حنعمم الفكره، لانه في شباب حتى الواحد لو ما وجد وظيفه مباشره بيقول لك يا اخي غير وظيفه علميه في مجاله، ممكن ما يشتغل اي شغل ثاني، قد يكون هو حيساهم
في رفع الاقتصاد، وكمان حيساهم بالنسبة للشخص. ونحن أكيد حنعود للمحور ده، ونتقبل منا جميعا صالح الأعمال ونعود إلى هذه الفترة. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا عبر فضائية الخرطوم في هذه الفترة، ونحن نحتفي بذكرى استقلال السودان 65 عام من عمر هذا الوطن الصامت. نتمنى أن يكون القادم أفضل وأجمل لهذا الوطن. نسعد أن نخصص هذه الأمسية لشريحة المهمة جدا، شريحة الشباب، ونحن أيضا نحتفي بالذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة. مرحبا بكم من جديد ضيوفي داخل الاستوديو، أستاذ زهير هاشم وأيضا الدكتور عبد القادر العشاري. مرحبا بكم مره ثانيه. قبل اللي انا بدي اقرا اللي قريته قبل الفاصل، استاذ زهير عندك تعقيب على ايوه انا كنت اعرف دكتور طيب على كلام اخونا دكتور عشاري بخصوص منظمه المجتمع. اول حاجه اذكر انه الاستقلال اللي تم ده جزء كبير جدا منه كان جهد مجتمعي. الحركه الوطنيه الناس بينظروا لبعدها السياسي لكن بيغفلوا عن النشاط الاجتماعي. الحقيقة الحركة الوطنية كانت حركة مجتمع قبل أن يكون حركة بتاع سياسية. بدت من الجمعيات الثقافية، جمعية الفجر، جمعية أبروف، جمعية الهاشمات. بعد ذلك جاءت مبادرات اجتماعية كثيرة جدا زي معهد القرش الصناعي، زي مدرسة المؤتمر، وزي المدارس الأهلية، لأن الوقت ذاك المستعمر كان داري دي التعليم بالقطارة، ما كان حريص على نشر التعليم. لكن للأسف بعد الاستغلال العمل المجتمعي ده وقف وقال للدولة، وبعد ذلك كتلته البيروقراطية. فنحن هسي في مجموعة الحياة والتجديد، لأن نحن دارين نحي الحاجات الكويسة، دارين نحي المجتمع العمل المجتمعي، وبنعيد تعريف الدولة نفسها بأنها هي زراعة من أزرع المجتمع. الدولة ما منفصلة من المجتمع. والنهضة في منظورنا الفكري يعني الزراعة اللي تكلمت عنها قبل شوية ما بيزرع وزير الزراعة، لكن هو بيحل المشاكل للمزارعين. صحيح. الصناعة في الغالب ما عدا الصناعات الثقيلة. هو بيدير العمل بس. نعم. ما عدا الصناعات الثقيلة. يمكن المجتمع هو اللي بينشئ المصانع. الأدب والفن ما بينتجه وزير الثقافة. ما بيكتب قصيدة. صحيح. ولا بيكتب رواية. لكن بينتجه المجتمع. فالدولة باعتبار إنها هي زراع من أزرع المجتمع، بصراحة هي زراعة طويلة يعني. فهي ممكن تحلحل المشاكل بتعيق المجتمع من النهضة. عشان كده الاهتمام بالعمل المجتمعي مهم جدا في الفترة الجاية يعني. أنا أتمنى إنه تحيي السنة بتاعت الوقف. يعني زمان في زمن الحركة الوطنية كان في أوقاف مولة التعليم. أوقاف عبد المنعم محمد، أوقاف كمال كيشو، ربنا يرحمهم جميعا ويتقبل منهم يعني. فأتمنى إنه تحيي السنة بتاعت الوقف دي تتطور. للأسف الأوقاف طال فساد في العهد السابق. وطبعا يعني كل الأشياء تقريبا ما سلمت من الفساد، ولكن علينا في تغيير الأشياء السالبة إلى إيجابية وتصحيح المسارات، ودي طبعا أكيد بتحتاج إلى أيادي وفكر الشباب وعمل الشباب. نحن أكيد حنرجع برضو للمحور بتاع إنه العمل المجتمعي اللي ظهر منه بشكل كبير جدا في ثورة التغيير، يمكن ظهرت يعني قيم مجتمعية كبيرة جدا إذا تم تفعيلها بعد الثورة هي كفيلة بأنها تبني المجتمع، ليس بالشعارات ولكن بالعمل المباشر. دكتور عبد القادر، نحن يعني تحدثنا عن جانب الاقتصاد وجانب الإنتاج والإنتاجية، وحبيت أبدأ معك إنه فعلا ليس مجموعات كبيرة ولكن البعض من الشباب، ونحن محتاجين نصحح كل المسارات. عشان كده بنتكلم بشفافية. الشباب، في شاب إذا تخرج وما وجد وظيفة مثلا حكومية قد يتكاسل أو يعني ما يتجه لأي مهنة ممكن تساعده وتسهم في تقدم البلاد وكمان تسهم في تقدم هو على الصعيد الشخصي. طبعا أي شاب يعني بيتخرج من الجامعة لديه طموح أنه يشتغل في الوظيفة أو في التخصص اللي تخرج منه، ولكن يعني بغياب الرؤية الشاملة للدولة في يعني حصر في سوق العمل على بعض يعني وظائف معينه بعينها، وفي يعني ضيق في مجالات اخرى. فدائما معظم الشباب بيقولوا انه يعني في سوق العمل يعني ما عندهم مجال او مجالهم ضيق في الوظيفه اللي هم محتاجين لها والمجال اللي تخرجوا منه. الدوله اذا وضعت نحن نمشي ونجي لغياب الرؤيه. نعم.
يعني الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة ينبغي أن تشمل جميع الجوانب في القطاعات الاقتصادية، على أساس أنه يكون في سوق عمل يستوعب كل الكم الكبير من هؤلاء الخريجين. معظم الشباب يعني الآن يعني يمكن دايرين الوظيفة اللي تخرجوا منها، ودي طبعا ثقافة في المجتمع لابد أن تتغير، بالوعي تتغير بالحركة وبتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة. نحن مشكلتنا الآن المشكلة الاقتصادية الواقع فيها السودان الآن، اللي هي العجز في الميزان التجاري. العجز في الميزان التجاري يعني أنك أنت تصدر منتجات بأقل من القيمة اللي بتستورد بها. يعني عندنا عجز يمكن قرابة 3 ولا 4 مليار، فالمسألة دي بتحل عن طريق الإنتاج. فإذا حركة أو عجلة الاقتصاد شملت جميع الجوانب الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية، القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات في البنية التحتية في معظم الأقاليم السودان، فأنا بفتكر أنه الميزان التجاري بيحصل له التوازن المطلوب، عشان يعني يكون في سوق عمل يستوعب لنا كل هذا الكم من الخريجين من هؤلاء الشباب. زي ما ذكرت لك الآن يعني بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات، الآن نحن أصبحنا جزء رئيسي من المنظومة الدولية. بالتالي لابد من يعني إفساح المجال للاستثمارات الخارجية وانتقال التكنولوجيا من الخارج ورأس المال وجذب رأس المال العالمي، عشان يكون في استثمار ويكون في شركات متعددة تستوعب لنا الشباب. كمان عودة الكوادر الشبابية اللي هي الآن ممكن تكون نسبة كبيرة جدا من الطاقات الشبابية بتعمل في دول المهجر، مستفيدة منها على فكرة هذه الدول، لأنه الكادر البشري السوداني أي كان المهنة اللي بيمتهنها، إن كانت أو حتى مهنة غير علمية في أي دولة من الدول، هو بيمثل إضافة كبيرة جدا، لأنه فعلا الكادر الشبابي السوداني والطاقة الشبابية السودانية هي طاقة جبارة جدا وكانت تقدم الكثير جدا. فدي أيضا دعوة لعودة هذه الكوادر ولكل شباب الوطن في دول المهجر لأرض الوطن لبناء وتعمير السودان، لأن السودان بلد قادر يستوعب هذه الطاقات وهذه الإمكانيات الكبيرة والجبارة، وتقريبا ده برضو جانب من الإحياء والتجديد إذا الناس اشتغلت عليه، وبالتالي برضو مهمة جدا عودة الشباب إلى أرض الوطن والاستفادة من هذه الطاقات. في الجانب الآخر احنا برضو في المحور ده عشان ندي كل مجموعة حقها، في شباب منتجين أستاذ زهير لكن بتواجههم المعوقات، فبرضو رؤيتكم كشباب إزالة كل المعوقات من أمام الشباب عشان ما يقدروا ينتجوا في أي مشروع، إذا كان مشروع كما ذكرت أو تخصصي أو مشروع إنتاجي. في كمية من الشباب عندهم مبادرات اقتصادية متطورة جدا، وكمية من الشباب عملوا مشروعات مبتكرة جدا. في واحدين عملوا مصانع بتاعت بلاستيك، أنا بعرفهم يعني، واحدين عملوا مشاريع بتاعت تعدين، واحدين مشوا اتجهوا لمجال الزراعة، البيوت المحمية وكده، لكن للأسف واجهتهم عراقيل كثيرة جدا. أول حاجة واجهتهم عراقيل بيروقراطية. أنا بتذكر في شاب كان داير يجيب الصخور تحت الجرانيت من منطقة شمال الجيلي وداير يصدرها، وهي طبعا صخور بتجيب عملة صعبة، فوجه بعراقيل بيروقراطية من الدوائر الحكومية لما في النهاية يئس وترك المجال تماما. يعني أنا بعرف شباب برضو بدوا المشاريع تحت البيوت المحمية، بدوا المشاريع بتحت المصانع، لكن وجهوا برسوم بتاعت محليات وعوائد، فللأسف ما في تشجيع للاستثمار الشبابي. والشباب هم المستقبل وهم السواعد لبناء البلد، والشباب هم الدماء الجديدة اللي بتحيي الاقتصاد. يعني يمكن الدكتور أدرى إنه الاقتصاد السوداني الآن راكد، الاقتصاد السوداني الآن، فالدماء الجديدة اللي بتحرك ركود الاقتصاد هي الدماء الشبابية. فأنا أدعو من المنبر ده انه يكون في قانون خاص لتشجيع الاستثمار الشباب، انه اي مشروع مثلا صاح له من 5 ل 30 سنه ياخذ اعفاء مثلا من الضرائب بنسبه كده، او اعفاء من الرسوم بنسبه كده، او اذا جاب حاجات من بره مثلا
تكون معفية من الجمارك، نعم. ما بالضرورة يعني إعفاء مطلق يعني، نعم. لكن على الأقل نسبة تشجيعية يعني، نعم. فحقه يعني تشجع المشاريع التجارية، نعم. اللي بيقوموا بها الشباب. نعم. طبعاً دوركم دكتور عبد القادر كخبراء اقتصاديين، أو على حسبكم طبعاً بالتأكيد قادة شبابيين، لأنه تطرقوا الأبواب الرسمية أو أبواب الحكومية في إنه يعني تكون في مبادرات مباشرة لدعم الشباب في هذا الجانب. هو 90% من الشعب السوداني هم شباب. نعم. نعم. دي حاجة يعني. يمكن كثير من الناس ما عارفينها، 90% من الشعب السوداني هم شباب. بالتالي عملية الإنتاج والإنتاجية إذا اتفعلت ووجدت رؤية من الدولة استراتيجية، أنا بفتكر أنه ممكن يعني النهوض بالبلاد يعني سهل جدا جدا بهذا الكم من الكفاءات ومن أصحاب القدرات وأصحاب الإبداع. وزي ما ذكر الأستاذ زهير، نحن محتاجين لتشجيع، تشجيع الدولة لهذه القطاعات وتشجيع الاستثمار، سواء كان استثمار وطني أو استثمار خارجي. فنحن يعني للأسف الشديد عندنا قوانين يعني مغيدة جدا جدا للاستثمار، فلا بد من مراجعة هذه القوانين، سواء كان استثمار من الخارج واستثمار. فالاستثمار ده نحن بيشرط لنا كثير من الفواتير، الفواتير بتاعت الاستيراد، ودي مشكلتنا. احنا الان بنستورد يمكن سلع وخدمات باكثر من 6 مليار دولار، في حين انه العائد بتاع المنتجات بتاعتنا اقل من 2 مليار. ده عجز 3 الى 3.5 مليار محتاجين احنا نسيت هذا العجز بتشريط بهذه الفواتير. لا بد من تمزيق هذه الفواتير، سواء كان في المجال السلع الزراعية أو السلع الصناعية. نحن الآن بنصدر للأسف الشديد منتجات خام، دي ما حصلت، ما بتحصل ذاته في أي دولة يعني. يعني ما ممكن نحن نصدر الصمغ العربي بتاعنا خام، ما ممكن نصدر الثروة الحيوانية اللي بتمتع بها السودان هذا الكم الكبير خام. لا بد من صناعة معتمدة على الزراعة، معتمدة على الإنتاج الحيواني، على أساس أنه نحن نصدر وتزيد القيمة المضافة بتاعت المنتج السوداني. بالتالي بيكون في عائد من العملات الأجنبية، يعني بيكون كبير جدا، بيقدر نحن يغطي لنا وبيقدر يطور لنا من القطاعات الاقتصادية اللي بتستوعب لنا الشباب وبتقلل لنا نسبة البطالة يمكن بنسبة كبيرة جدا. نحن محتاجين لإنتاج. الإنتاج ده كيف؟ الإنتاج لابد من تفعيل القطاعات الاقتصادية الرئيسية. أنا بركز على الزراعة لأنه السودان بلد زراعي، لابد من التوجه نحو الأقاليم لمزيد من الإنتاج الزراعي. والإنتاج الزراعي نفسه لابد من تحويله إلى منتجات صناعية عشان نحن نقدر نغذي بها السوق العالمي الآن محتاج لهذه المنتجات. أكيد العمل ده بيحتاج إلى وقفة الجميع، الشباب كل تأكيد، وأولا طبعا حكومة الدولة في إزالة كل المعوقات، لأنه الشاب المزارع في أي ولاية من الولايات أيضا بتواجهه كثير من المعوقات اللي ممكن تعيق عمله، بالتالي هو بيحتاج إلى دعم، وإزالة المعوقات مهمة جدا يعني. خلوني في هذا الجانب بتحيي برضو رسالة مباشرة، لأنه حكومة الدولة تزيل كل المعوقات لدى الشباب. شيء محزن إذا كان مثل هذه التجارب وهذه الرؤى يعني تموت رؤية شاب وفكرة شاب ممكن هي تساهم في بناء وإعمار بلد كامل. نحن ما دارين نتأسف على الماضي كثير، ولكن ولا نعاتب الحاضر أيضا كثير، ولكن نسعى لمستقبل أفضل. المستقبل بالتأكيد بيأتي برؤى الشباب وبأفكار الشباب. تفضل أستاذ هاشم. في إطار السعي لمستقبل الأفضل، نحن حاولنا في مجموعة الإحياء والتجديد نطور رؤية اقتصادية لتطوير التعاونيات، زي ما قبل قلت لك انه احنا بنشتغل في انتاج الرؤى المعرفيه، سواء كان في السياسه او سواء كان في الاقتصاد او سواء كان في الاجتماع، في كل المجالات. فطبعا في المجال بتاع التعاونيات هو موجود في السودان طبعا من قديم يعني، لكن الناس اتعودوا على التعاونيات بتاعت الاستهلاك. ناس يعملوا جمعيه تعاونيه عشان يشتروا الدقيق بسعر اقل، يشتروا الزيت بسعر اقل، في النهايه تعاونيات بتاعت انتاج. لكن طورنا رؤيه انه نحاول نعمل تعاونيات بتاع الانتاج، بحيث انه مجموعه من الشباب يعملوا لهم مشروع ويلقوا تمويل،
ومن خلال العائد بتاع المشروع ده هم يشتروا السلع الاستهلاكية بسعر الجملة. ممكن يعمل اتفاقيات مع الموردين، أو ممكن يعمل اتفاقيات مع المصانع اللي بتبيع بسعر الجملة. ده بيقلل العبء على الخزينة العامة في المسألة بتاعت الدعم السلعي، لأنه بصراحة الدعم السلعي بيرهق الميزانية إرهاق شديد جدا، والآن ما عادت في موارد. طبعا زمان كان في بترول، كان إنه الدولة تدعم السلع الأساسية، لكن الآن بترول ما في. فيمكن تكون الفكرة بتاعت التعاونيات دي بدأت بمبادرة من أخونا قاسم الظافر، كان مول بعض الشباب اللي عندهم مشاريع، هو عنده شركة أصلا، لكن بعد ذاك ارتئينا إنه إحنا نبلورة في شكل رؤية اقتصادية، بحيث إنه نقدمها للمجتمع كإسهام مننا في حل المشكلة الاقتصادية. جميل أستاذ زهير، برضو أنا أذكر نماذج من المجموعات التعاونية دي، يمكن شباب في مدينة رفاعة في ولاية الجزيرة. نعم عندهم تجربة رائدة. نعم مجموعة برضو تعاونية لخدمة إنسان منطقتهم الصغيرة، بالتالي الخدمة بالتأكيد حتصل لكل الوطن. هتواصل معكم أكيد، نمشي الكنترول مرة تانية ونرجع نتواصل معكم، خليكم حفظ عزة وكرامة البلاد. جنود الوطن البواسل أيضا هم شباب، ونحن بنحزن جدا لما نفقد أي شاب، بالتأكيد هم شهداء لهم الرحمة والمغفرة والجنة، ولكن لا نريد أن نفقد أرواح الشباب، ولكن دائما ندعم الشباب في كل المجالات. تحية لشبابنا أيضا اللي حريصين على حماية الوطن، واللي بيقدموا دور كبير جدا. نعم تحية حارة جدا لأخواننا القوات المسلحة في الحدود الشرقية اللي بيزودوا عن أراضي، وريت يسيل عليه سيل عرقنا في تعمير الأرض ديك، يعني أرض خصبة 1,500,000 فدان من الأراضي الخصبة الصالحة لزراعة المحاصيل النقدية اللي بتتصدر وبتجيب عملة صعبة يعني. فريت يسيل فيها عرقنا بدل ما يسيل دمانا يعني. وريتنا نتعاون مع جارة أثيوبيا بدل ما نختلف حول الحدود. زمان كان الراحل المفكر محمود القاسم حاج حمد عنده رؤية اسمها كونفدرالية القرن الأفريقي، دعا فيها للتكامل الاقتصادي بين السودان وبين دول القرن الأفريقي ومنها أثيوبيا. فريت يحصل تكامل اقتصادي بدل ما يحصل تشاكس حول الحدود وحول سد النهضة يعني. وأستاذ زهير ودكتور عبد القادر، احنا يعني السودان واحدة من النعم الكبيرة جدا علينا كبلد، ان احنا عندنا موقع استراتيجي مهم جدا. السودان يمكن من الدول المهمة بالنسبة للدول العربية وكذلك القارة الإفريقية، فدي كلها نعم نحن محتاجين نقدرها ونعمل
عشان اكثر واكثر عشان نحافظ عليها. ونحن بنحتفي بذكرى استغلال السودان المجيد، انا برجع مره ثانيه لانه ترجمت هذه الكلمه على ارض الواقع. يعني احنا ما محتاجين كل عام نحتفي فقط بالاهازيج وبالاغنيات، بل ما انه ياتي الاحتفاء بالاستقلال ونحن فعلا مترجمين المعنى ده على مستوى السلام، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الرياض، على مستوى المجتمع. الشباب صنع قيم كبيرة جدا، وخاصة في الثورة اللي احنا كمان بنحتفي بذكراها، لكن لابد منه برضو صحح المسارات السلبية. للأسف الشديد حتى مع الاحتفاء نكون شفافة عشان احنا نصحح المسارات حقتنا احنا كشباب. الاحتفاء بذكرى الاستغلال اللي بتصادف بداية العام الجديد يمكن سلوكيات غير جيدة ظهرت، ناس تعرضت للضرب وللخراب ولتفاصيل صعبة جدا ممكن تكون هي مباشرة بتتوجه للشباب، لأنه في الساحة هم الشباب. نحن دوركم، خلونا نأخذ أو دورنا كشباب في تغيير هذه الأشياء السلبية، ونحن عكسنا رؤية جميلة. الشعب المعلم في هذه الثورة عرف العالم. لماذا يعني نفعل ما يتنافى مع الأشياء الجميلة؟ دكتور عبد القادر. طبعا بعيدا عن الاقتصاد، قبل الإجابة على سؤالك، أنا بحيي القوات المسلحة على إدارة معركة الكرامة ومعركة استرداد الأراضي السودانية بالإقليم الشرقي وبشرق السودان الحبيب. وأنا من هنا والله بحييهم تحية كبيرة جدا، وأقول لهم كل الشعب السوداني خلفكم إن شاء الله حتى تحرير آخر متر من الأراضي السودانية وحراسة الحدود. وحقيقة الشباب يعني نحن فيهم يعني قيم نبيلة جدا جدا بعد الثورة، ودي قيم يعني حتى العالم كله يعني انبهر بالشدة. الحقيقة الظواهر اللي حصلت في اليومين الماضيين أو الاحتفاء بعياد السنة الميلادية رأس السنة، ده ما بيشبه الشباب السوداني. صحيح، دي عادات دخيلة، وأنا بفتكر أنه ديل يعني شباب ما يعني ما عندهم أي قيم وطنية ولا يعني شنو يعني تكسر لك زجاج بتاع عربه؟ يعني ده ما احتفال. نعم، وان كان حتى ولا احتفال بال 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 براس السنه الميلاديه. نعم، يعني دي مجرد يعني شباب هم يعني طائش، شباب يعني ما عنده اي علاقه بالشباب السوداني اللي عرفوا العالم واللي عرفناه نحن ايام الاعتصام. يعني نعم، القيم النبيله ظهرت أيام الاعتصام، ده هم الشباب السوداني الحقيقي. يعني أما دي ظواهر يعني دخيلة ومعزولة عن قيم الشباب بصورة عامة. نحن نستشرف العام الميلادي الجديد 2021، ممكن نحمل كثير من التفاؤل والأمل بعد سنة صعبة جدا يعني في شبابنا وفي النهوض بالبلاد بصورة عامة. ولا بد من إدارة الملف الاقتصادي بكل صدق وبكل شفافية، ولا بد من التعامل الحاسم والحازم مع الكوربشن. يعني إذا كان في فساد ما في تنمية ولا في نهضة اقتصادية. لا بد من التعامل مع هذا الجانب بحسم من الدولة. فأي دولة فيها فساد دي ما هتتقدم ولا سنتيمتر. لا بد من مكافحة الفساد بكل الصور وبكل السبل، دي نقطة. النقطة الثانية، لا بد من الشفافية والصدق في إدارة المؤسسات الاقتصادية. نحن عندنا مؤسسات اقتصادية كبيرة، عندنا موارد ضخمة جدا جدا، يعني بلد استراتيجي، موقع الاستراتيجي. الآن العالم كله نظره في السودان. الآن يعني إسرائيل جاتنا جارية دائرة تطبيع مع السودان، ما عشان يعني خاطر عيوننا زي ما بقولوا. السودان بلد استراتيجي، بلد فيه موارد ضخمة جدا، العالم محتاج للموارد الاقتصادية الموجودة في السودان. فلذلك لا بد من توظيف هذه الموارد، توظيف السليم، توظيف الاقتصادي. وأولا إذا سمحت لك دكتور عبد القادر، المورد البشري
اللي هو الكادر الشبابي السوداني، وممكن العبارات بتصلكم الكل بيعرف انه في اي دوله من دول المهجر اللي الان موجود فيها بيقول لك الشاب السوداني او الزول السوداني اذا عايز الصدق والامانه، عايز التفاني في العمل. فنحن برضو بنتساءل انه ليه انت كشاب ممكن تعمل في دوله ثانيه بأكثر مما تعمل بأكثر في بلدك. ما تعمل في بلدك، ده سؤال. في المقابل بنجد انه فعلا ممكن تجد الاجابه بانه يا اخي قد اجد في الدوله الثانيه او الاهتمام من البلد الاخر ما لا اجده في بلدي، وهذه الاجابه المحزنه حقيقه بالضبط. يعني استاذ زهير اكيد عندك تعقيب على الكلام هو الحقيقه في الدول الثانيه في نظام ونظام بيستوعب الكادر السوداني، لكن احنا هنا في السودان احنا اعداء النظام للاسف. يعني انا لاحظتها في كثير جدا من المجالات بنفتقد للنظام، مع انه التنظيم هو بوفر علينا الوقت، بوفر علينا الجهد، وبساعدنا في تحقيق الاهداف باقل كلفه، يعني زي ما اقول الخبر الاستراتيجيين بتاعنا الاداره يعني. فنحن محتاجين لنظام اقتصادي، محتاجين لنظام اجتماعي، محتاجين لرؤيه بتاعت نهضه. وده دوركم في وضع الرؤى دي في الاحياء والتجديد او كمجموعات. ما بنقول لك نحن نضع الرؤيه دي كلها، لكن بيكون عندنا سهمنا يعني. جميل. وانت هسه قبل شوي تكلمت على سهمك، على سهم الدكتور هو بيكون الفكره. طبعا في النهايه النهضه هي شركه مساهمه عامه. صحيح. اتكلمت قبل شوي عن القيم، القيم السودانيه. بالمناسبه اليابان لما نهضت كانت الركيزه في النهضه اليابانيه هي قيم الساموراي. هي قيم الفارس الياباني. فنحن مفترض لما نجي ننهض تكون الركيزه بتاعتنا هي القيم السودانيه الاصيله، نبعد من مظاهر الاستلاب الثقافي. صحيح. يعني زي انت هسه قبل شوي كنت بتتكلم عن الظواهر اللي ظهرت في الاصيله، عن الظواهر اللي ممكن تكون دخيله علينا بمجتمعات ثانيه. وللاسف الناس سبقت لها باسم المدنيه، الناس طبعا فهموا المدنيه خطا يعني. المدنيه هي الحكم المدني في مقابل الحكم العسكري. والحكم المدني بيحقق استقرار سياسي، بيحقق تداول سلمي للسلطه. والاستقرار السياسي هو اللي بيجذب رؤوس الاموال اللي تكلم عنها الاخ. هسه الليله الدول بتاعت اوروبا الغربيه هي دول ناهضه اقتصاديه، ليه؟ لانه فيها ديمقراطيه مدني. عشان كده فيها استثمارات، عشان كده فيها نهضه اقتصاديه. لكن الدول اللي كان فيها انقلابات عسكريه وكان فيها حروب اهليه اتاخرت من النهضه. حتى دول زي البرازيل زي تركيا ما نهضت الا لما حصل فيها تحول من الحكم المدني للحكم العسكري. فدي المدنيه احنا دايرينها. المدنيه هي التحول الديمقراطي. طبعا انا ما بعرف، لكن الفلسفه ببساطه يعني الجانب العسكري هو مهم جدا، جانب الحمايه يعني. الان بتاع كل زول عنده دوره في طبعاً. في المجتمع. الجانب طبعاً. المدني بتاكيد عنده دوره. استاذ زهير عنده دوره، زحل عندها دور، الدكتور عبد القادر، كل زول يعني. الان انا لو كنت بدون كاميرا اكيد ما كنت حاصل للمشاهد يعني. أيوة. فكل انسان عنده دوره. احنا برضو كشباب عايزين نطلع من دائره فلان يجب أن يعمل، نستبدل يعمل دي بنعمل يعني حرف الياء ونخد النون عشان نعمل كلنا مع بعض. برضو واحدة من الأشياء السالبة اللي أنا عايز أسمع فيها تعليقكم، بأنه كل زول ممكن يترك الشباب. يقول لك يا أخي الحكومة مفروض تعمل لنا، الحكومة تقول لك مفروض الشباب يعمل، فتجد الكلمة أو الجملة تمشي من اتجاه لاتجاه آخر، حين لما تجينا نعمل مع بعض. نعم. طيب. أنا وكبير قلت أنه النهضة الحقيقية هي نهضة بتاعتنا. أنا المجتمع هو اللي بينهض بالاقتصاد، المجتمع هو اللي بينهض بالثقافة، المجتمع هو اللي بينهض بالأدب، والدولة هي بتعمل الإطار. يعني زي ما أنت أسي اترقتي لوظيفة الإخوة العسكريين، وظيفة الإخوة العسكريين هي توفير الأمن، توفير الحماية، لأنه من غير ما يكون في أمن ما يكون في اقتصاد. يعني رأس المال جبان، أكيد رأس المال ما حيجي لبيئة مضطربة. صحيح. أي. فعشان كده أي واحد لازم يعرف دوره. الدولة يجب أنها تعرف دورها في الوظائف السيادية اللي هي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية اللي هي بتوظف في مصلحة النهضة. صحيح. يعني الدولة بتأمن الإنتاج عشان الإنتاج يزدهر. والدولة بتفاوض الدول الخارجية عشان تجيب منها منح، عشان تجيب منها قروض، عشان تجيب منها تسهيلات تجارية، وده كله مصلحة الإنتاج. نعم. أستاذ زهير، احنا طبعا أكيد الكلام كبير وملف القضايا اللي فعلا هي كلها بترجع إلى شريحة الشباب، إنه هي الداعم والسند لكل هذه القضايا ولحلحلة كل المشاكل وأيضا كل الأزمات في البلاد بتحتاج إلى السند الحقيقي هو الشباب. الملف يحتاج إلى زمن طويل، ولكن خصصنا هذه الدقائق واللحظات ونحن نحتفي بذكرى استقلال السودان المجيد لتحقيق معنى الاستقلال في السودان. نحن في ختام هذه الحلقة برفقتكم وأنتم نماذج للشباب السوداني، أكيد في روشتات مهمة جدا نحن ممكن نرسلها في ختام هذه الحلقة. دكتور عبد القادر، إذا لخصنا كل
ما دار في هذه الحلقة في روشيتا بإمكانها تصل للشعب وتصل للمجتمع عشان نصل كلنا إلى بر الأمان. والله نحن محتاجين لمراجعة يعني محتاجين أنه يعني ننتهز الفرصة بتاعت الاحتفاء بالاستغلال لمراجعة منذ الاستغلال وحتى اليوم. حقيقة المستعمر عندما ذهب ترك لنا سيستم نظام في الخدمة المدنية، نظام يعني في كل القطاعات بتاعت الدولة. ولكن يعني بعد الاستغلال بعدد من السنوات نحن ظللنا في دائرة شريرة، يعني حكومة ديمقراطية ثم يأتي انقلاب عسكري ثم هذا الصراع السياسي وهذا يعني التحول في العملية السياسية يعني أربك لنا الرؤية الاقتصادية الواضحة. فكل نظام بيجي بالحاجات بتاعته بالأيديولوجيا بالأفكار بتاعته فبيقوم يلغي السابق ويأتي بالرؤية بتاعته. فنحن محتاجين لمرجعية، مرجعية الدولة أن تكون هي مرجعية لكل الأنظمة السياسية الممكن تتعاقب على السلطة. فلا بد من وضع خطوط أو حدود فاصلة بين الحزب السياسي الحاكم وبين استراتيجية الدولة الثابتة واللي هي تعتبر من الثوابت في الدولة. لا بد من وضع هذه الرؤية. فقدامنا نحن تجارب كثيرة جدا يعني في كثير من الدول تأتي الأنظمة ولكن استراتيجية الدولة هي ثابتة، فدي بتخلق لنا يعني نوع من الاستقرار الاقتصادي ونوع من الاستقرار السياسي. فما ممكن يعني يمشي نظام إسلامي يجي نظام اشتراكي يعني يلغي لنا كل الفات ويجي بالجديد ويجي بعده ثاني نظام. لا بد من وضع استراتيجية ثابتة وتكون مرجعية استراتيجية سياسية واقتصادية وغيرها. يعني فالشباب عندهم رؤية، الشباب عندهم يعني من العقلية بيفكروا بعقلية متقدمة جدا جدا، عندهم رؤية لهذه كل هذه الأشياء أنه تكون في استراتيجية ومرجعية للدولة. نلتفت اليوم لا بد من الالتفات لمثل هذه نتمنى أن تصل هذه الرسائل المهمة جدا. أستاذ زهير هاشم أيضا في ختام هذه الحلقة، وأكيد الإحياء والتجديد مهم جدا في كل المجالات كما ذكرت، ولكن في جانب كيف لنا أن نحقق معنى الاستقلال بالاستفادة من الطاقات الشبابية. نعم، أود أن أقول في ختام هذه الحلقة أن الآباء الأوائل قد صنعوا مشروع التحرير، لكن نحن وقفنا فترة طويلة 65 سنة في المحطة تحت التحرير. فينبغي أن ننتقل من محطة التحرير إلى محطة التعمير. يا سلام. والانتقال من محطة التحرير إلى محطة التعمير يقتضي إحياء ويقتضي تجديد. يقتضي إحياء للقيم السودانية والمعاني السودانية التي اندثرت. وينبغي تجديد في الأفكار وتجديد في الوسائل. طبعا الوسائل التي استخدمها جيل الآباء قد لا تناسب جيل اليوم يعني. فالوسائل تحتاج إلى تجديد، ولكن القيم التي نهض بها جيل الأمس نحتاج أن نحييها لينهض بها جيل اليوم لنصنع المشروع الوطني الذي تحدث عنه الأخ والذي نفتقده. يعني نحن لا يمكن أن نكون أمة محترمة، أمة ناهضة، أمة لها مكانتها في العالم ما لم يكن لدينا ثوابت وطنية تفرق ما بين ما هو وطني وما بين ما هو حزبي. إذن لك التحية أستاذ زهير هاشم، وتحية أيضا للدكتور عبد القادر العشاري. وإن كان هناك توقيعات لي كواحد أيضا من الشباب السودانيين، بالتأكيد هي أولا دعونا أن نحقق معنا السلام على أرض الواقع، وهذه الذكرى عندما تعود إلينا في كل عام نتذكر أن الذي رفع علم السودان الزعيم الأزهري هو ابن شمال كردفان، لم يسأل أنه هو من أين ولكن كان ابن السودان في تلك اللحظة. فكل إنسان لما يعمل إلى السودان وباسم السودان، وكل الشعب يعمل باسم السودان، بالتالي هو هيكون حريص على القيم النبيلة، القيم السمحة، القيم السودانية العظيمة جدا اللي هي فعلا ظهرت في ثورة التغيير. إذن نحتفي بذكرى
الثورة، ثورة ديسمبر وثورة التغيير المجيدة الثانية. إن شاء الله كل عام والشباب بألف خير والرحمة والمغفرة والجنة للشباب الذين قدموا أرواحهم في داعي هذا الوطن. تحية أيضا لجنودنا البواسل الذين يسعوا دائما لحماية أرض الوطن. تحية لكل شاب سوداني في كل مكان، دائما ابقى أنت الشاب السوداني ولا تتغير، وبتأكيد ستكون غدوة لغيرك. كل عام وأنتم بألف خير. تتواصل هذه الفترات من فضائية الخرطوم. كم على أمل العام وأمل اللقاء في فترة قادمة في أمان الله. We're on the road.